لما اتجوز ماما اخواتها 4 كانوا ظباط، ولما جه يتجوزها قال لها انا هعيش 10 سنين بس. احتمال يحصل كده بس ما كانش هو فعلا عاش 10 سنين ونص. كان بيخلينا كل سنه احتفال بحاجه معينه، نقعد احنا الاثنين جنبه، شغل الريكوردر القديم بشرايط، سجل لنا. اسمك ايه؟ ليلى. ليلى ايه؟ ليلى ايه؟ مدرسه ايه؟ خليفه بقول خالص. تاني هو بيوثق حاجات انه انا حضرت معاكم، الحاجات دي مستمره. دعا العدو ان السويس احتلت. هل احتلت السويس؟ لم يتمكن العدو من احتلال السويس ودمر جميع دباباته التي حاولت دخول السويس. دفع ثمن غالي غالي. فشل العدو في دخول السويس بسبب بطولات المقاومه الشعبيه والجيش الثالث، واكتفوا بحصارها فقط لحفظ مهلوته. ضغطي عليك اكبر بكتير من ضغطك عليا. الخسائر اللي حصلت له داخل الصدر وما عندوش اي احتياطيات تانية. لو الحرب استمرت اكتر من كده الدبابات دي هتقف، ما فيهاش وقود. 24 اكتوبر مصر واسرائيل وافقوا على وقف اطلاق النار. اسرائيل كسرت الاتفاق ده كذا مره، لكنها في الاخر ادركت ان عمرها ما تحقق النصر اللي نفسها فيه. على الجانب الاخر مصر قررت ان هي حققت اهدافها العسكريه واجبرت العدو ان يرضخ ويطلب مفاوضات. وفي قلب خيمه في وسط الصحراء انعقدت اول مفاوضات مباشره بين مصر واسرائيل، وتم الاتفاق على الهدنه وتبادل الاسرى. بعثت القياده لاهالي السويس تسالهم طلباتهم ايه، وكان ردهم ما تشيلوش همنا، احنا على وضعنا، اتفاوضوا على اللي فيه مصلحه مصر. الحقيقه ان العبره في الحروب بالخواتيم. في سابقه تاريخيه مصر حاربت بنفسها واستعادت ارضها. سينا اللي كانت محتله رجع كل شبر منها للسياده المصريه. والطرف الثاني اللي كان متغطرس ومستبعد اي عمليه عسكريه ملى الدنيا صياح وجري يستنجد بالحلفاء وهو بيصرخ انقذوا اسرائيل. وما كناش نتوقع ان احنا بعد مرور 50 سنه من حرب اكتوبر ان احنا نكون موجودين في هذا المكان، ولا كنا حتى بنتوقع قبل حرب اكتوبر ان احنا نبقى موجود في هذا المكان. سنه 1977 فاجئ الرئيس السادات العالم وخد زمام المبادرة وزار إسرائيل كأول خطوة معاهدة المعاهدة السلام. املأوا الأرض والفضاء بتسابيح السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام، اجعلوا الأنشودة حقيقة تعيش وتثمر. فاكرة لما كنت بتتضايقي مننا إن إحنا ما رحناش النصب تذكاري وأنت مسافرة عشان نقرا الفاتحة هناك للشهداء؟ للشهداء كل واحد ياخد له وردة من مصروفه ونطلع على النصب التذكاري في مدينة نصر. وأنتوا صغيرين مش عارفين بس أنتوا رايحين فين؟ الناس دي ماما بتحبهم وإحنا رايحين نقرا لهم الفاتحة. في مارس 1979 وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام الدائم اللي بموجبها ردت إسرائيل كل الأراضي اللي احتلتها في 67. وفي سنة 1982 انسحبت إسرائيل بالدموع من سيناء، وعفيرة رجع اسمها شرم الشيخ، وتحولت تحت السيادة المصرية من مستوطنة وقاعدة جوية لمدينة رسمية للسلام العالمي. God gave his country to the Jewish people, and according to Jewish law, it is forbidden to give up 1 centimeter of this land. We are not prepared to give it up. If we will fight. Will you invite Prime Minister Begin to come to Cairo? Really, I'm planning to invite him to Sinai. Thank you, sir. To who? Sinai. إسرائيل حاولت تتحايل على اتفاقية وقالت طابة مش بتاعتكم دي بتاعتنا، ولجأت فيها مصر للتحكيم الدولي وشكلت فريق من الخبراء خاضوا معركة على مدار 10 سنين عشان يرجعوا طابة الحب لمصر. وفي مارس 1989 كسبت مصر التحكيم وتم رفع العلم المصري على طول. ولن ينتكس علم مصر أبدا. واستردت مصر أرضها وكبريائها ومكانتها الإقليمية والدولية، كل ده بفضل القوة اللي أظهرتها في أكتوبر 73 وكسبت بيها احترام العالم كله. النهاردة بعد مرور 50 سنة على حرب أكتوبر نقدر نقول إنها حجر الأساس لكل اللي جه بعدها. حددت شكل وملامح وشخصية القوات المسلحة المصرية الحديثة، وبقت العقيدة والدستور اللي العسكرية المصرية ما بتحيدش عنهم الدفاع عن مصر وحفظ استقرارها وأمنها والانحياز دايماً لشعبها. في يناير 2011 مطالب الشعب كانت مشروعة والجيش انحاز لها،
وعدى بالبلاد من ظرف تاريخي صعب ونفذ كل مطالب الشعب. وفي 30 يونيو 2013 استنجد المصريين بجيشهم، والجيش كعادته كان في الميعاد ولبى نداء تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وانقذ مصر من شبح حرب اهليه وهلاك محقق. اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون. وبدات مصر عهد جديد عايزه تعوض فيه الوقت اللي فاتها وتبني دوله حديثه قويه. ولقت نفسها قدام تحدي هو الاصعب. الجيش المصري خاض معركه شرسه وطويله ضد الارهاب في سيناء، وبالتوازي شارك بدور اساسي مع كل اطياف الشعب المصري في التنميه وبناء الجمهوريه الجديده. وكل ده ما كانش ممكن يحصل لو ما كانتش روح اكتوبر لسه عايشه معانا. والنهارده لما وقفنا ايد واحده قدرنا في وسط كل التحديات نقف على رجلينا ونبني بلدنا. وطول ما احنا عايشين بروح اكتوبر، طول ما احنا صف واحد وايد واحده، مفيش حاجه هتقف قدامنا. واحنا بنحتفل النهارده بذكرى حرب اكتوبر المجيده، نقدر نلخص ال 50 سنه اللي فاتوا من عمر الجيش المصري في 3 كلمات: عبور، انقاذ، انجاز. ستة اكتوبر، 50 عاما من العزه. بمناسبة مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد، تحية لكل حد بيساهم في توثيق وتخليد ذكرى نصر أكتوبر العظيم، النصر الأهم والأغلى في تاريخنا الحديث. زمان وينستون تشرشل قال: التاريخ يكتبه المنتصرون. لكن دلوقتي للأسف كتابة التاريخ بقت متاحة لأي حد، خاصة إن احنا في عصر السوشيال ميديا وتداول الأخبار بقى أسهل وأسرع بكتير. فتلاقي ناس عينوا نفسهم مؤرخين على صفحاتهم، كل واحد بيكتب اللي هو عايزه. فتلاقي واحد كاتب: والله كيلوباترا من أصول أفريقية، حضرتك عندك دليل على ده؟ يقول لك: لا، دي جدعانة مني.
تلاقي حد تاني كاتب لا لو رجوعا للتاريخ اسألنا أنا، الأهرامات بنوها فضائيين. تلاقي في واحد تاني كاتب أنا عندي حجة إن الأرض اللي احنا عايشين عليها دي مسطحة مش كروية. لا، كل واحد بيكتب النسخة الخاصة بيه من التاريخ دون الرجوع لأي مصادر. يعني لما نلاقي النهاردة بعد 50 سنة على نصر أكتوبر وانسحاب إسرائيل من سيناء بالكامل لسه في ناس بتنزل بوستات بتشكك إن مصر هي اللي كسبت الحرب، وما المكسب في الحروب بيتقاس إزاي؟ بعدد اللايكات. عشان كده يوم زي النهاردة مهم جدا، مهم نتجمع ونحكي تاريخنا زي ما حصل، مهم إننا نفتكر أبطالنا وجنودنا عشان تفضل الحقيقة موجودة بلسان اللي حضرها، ونفضل إحنا جيل بيسلمها الجيل وبنوثقها بأفلام وبأغاني هتفضل عايشة بتحكي تاريخنا. مهم نفتكر جنودنا وأبطالنا اللي كانوا شباب ساعتها بالمناسبة، والشباب دول كان لسه عمره قدامهم، بس محدش فيهم مختارش بلده ومختارش إن هو يواجه الموت في كل لحظة عشان يرجع أرضنا. والشباب دول كمان بالمناسبة ما كانش على أيامهم سوشيال ميديا، كانوا بيبعتوا جوابات. يمكن أنا ما حضرتش الجوابات، بس الجواب ساعتها كان له خصوصية بخط إيد اللي كاتبه، وكان بيبقى فرح لما ساع البريد يبقى جايب جواب من جندي مقاتل على الجبهة، جواب ملخص فيه كل المشاعر الصادقة، جواب بسيط لأمه مسلم فيه على الأهل والقرايب والعيلة والصحاب فرد فرد، جواب من القلب للقلب. أكتوبر 73، 50 عاماً على النصر المجيد.